وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الآلية التنفيذية لمنح حوافز إنتاج وتصدير مادة الحمضيات وفق برنامج الاعتمادية لتسويق المادة خلال الفترة من الأول من تشرين الثاني 2021 لغاية 30 أيار 2022. وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة الآلية المتبعة حالياً لبرنامج الاعتمادية وآلية الدعم للموسم القادم. حققت تجربة الزراعة الحافظة نجاحاً لدى 100 فلاح في محافظة درعا بعد مدهم بالبذار والسماد وآلة البذر المباشر من قبل مديرية الزراعة ومحطة إزرع التابعة للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد. هذا وأسهم استخدام تقنيات الزراعة الحافظة في حقول الفلاحين بتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي إلى نحو 40%. أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 3033 مسكناً للمكتتبين في مشاريع السكن الشبابي والإدخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان في عدد من المحافظات. وأشارت المؤسسة في إعلانها إلى أن المساكن تتوزع على 2080 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي في محافظة ريف دمشق، مشروع ضاحية الديماس الجديدة، و 633 مسكناً للمكتتبين في محافظة حلب على مشروع السكن الشبابي والمكتتبين على مشروع البرنامج الحكومي للإسكان. تخلص المستثمرون من الأصول الخطرة وأقبلوا على الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية يوم أمس الجمعة مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. هذا ودفعت المخاوف من أن السلالة الجديدة التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا قد تنتشر دولياً وتحبط الانتعاش الاقتصادي عالمياً، دفعت سندات الخزانة والين إلى الارتفاع بينما انخفضت عملة جنوب أفريقيا إلى أدنى مستوياتها في عام على حين تراجعت أسعار النفط الخام. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش عقب اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمنتجع سوتشي الروسي إن صربيا ستستمر في دفع 270 دولار أمريكي مقابل كل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 6 أشهر حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف فوسيتش أن بلاده ستحصل على أسعار استثنائية لوارداتها من الغاز الروسي.